تمام دكتور احمد، الحقيقه الدحيل احنا النهارده بالمناسبه واحنا بنتكلم هنتكلم مع حضراتكم النهارده عن نقاط القوه المتواجده في فريق الدحيل. بكره ان شاء الله هنتكلم عن اهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق الدحيل القطري. فريق الدحيل القطري قيمته التسويقيه كبيره جدا يا طبعا قيمته ده كفايه دودو لوحده البرازيلي قيمته هو جاي اعاره من البرازيل ب 7 مليون دولار لوحده يورو 7 مليون يورو لوحده اكتر من الدولار لازم نخلي بالك خلي بالك يعني نص يعني في فرق كبير وادميلسون جونيور ب 6 مليون يورو بس دولار ولا يورو يورو بس ده شاري يا كابتن الاول اعاره بس الثاني اعاره بس سنه واحده اعاره سنه 7 مليون يورو فمبالغ كبيره جدا وقيمه تسويقيه كبيره طبعا وفي ميزه كمان هم معاهم ان البطوله على ملعبهم يعني مثلا نادي الرجاء كان وصل نهائي لما البطوله كانت في المغرب سنه 2012 نادي العين الاماراتي وصل نهائي لما البطوله كانت في الامارات سنه 2018 نادي كاشيما الياباني وصل لما كانت البطوله في اليابان للنهائي سنه 2016 فدي لا دي ميزه تديك ميزه ان البطوله على ملعبهم لكن طبعا الجاليه المصريه في قطر يعني ما توصتش وان شاء الله يعني ما بتتوصاش يعني اكيد يعني باذن الله هتكون ماليه الملعب هتشرحوا لنا ايه النهارده واهم نقاط القوه والضعف واهم نقاط اللاعبين لو حضرتك تتفضلوا على الشاشه عشان برضو نشرح لكل جمهور النادي الاهلي كيف يلعب او اهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق الدحيل القطري مش هقول لكم كلام ولكن فيديوهات ويعني كريم والحقيقه واحمد تعبوا فيهم جدا جدا عشان نجيبهم لحضراتكم وكل الناس اللي اشتغلت عليها بشكل كويس جدا. اتفضل يا كريم خلينا نبدا مع احمد ونتكلم على صب الليموشي يا احمد زي ما كنا قلنا اول في حاجه طبعا النهارده زي ما حضرتك تفضلت وقلت هنتكلم على نقاط القوه لفريق الدحيل القطري. في البدايه المدرب بتاعهم اللي هو الفرنسي صبري لاموشي ده كان بيدرب كوت ديفوار في بدايته سنه من 2012 ل 2014 بعد كده راح الجيش القطري لغايه 2017 بعد كده ستاد رين الفرنسي بعد كده نوتنغهام فورست الانجليزي بعد كده هو ماسك الدحيل القطري من 18 اكتوبر 2020 لو استعرضنا الارقام بتاعته هنلاقي ان هو لعب معاهم 16 مباراه لو بصينا على الارقام هنلاقي ان هو لعب 16 مباراه كسب 9 وتعادل قدامنا الارقام على الشاشه اتعادل مباراه واحده وخسر 6 فالارقام دي بتقول ايه في البدايه كده بتقول ان هو مدرب ريسكي يا بيكسب يا بيخسر ما عندوش تعادل ما عندوش وسط اذا المدرب بيبقى فاتح الملعب بيلعب جيم مفتوح بيلعب دايما على المكسب فبتيجي فالمباراه يا اما يعني المباراه الجيم بيجي معاه يا اما بيكسب يا اما بيخسر ده المدرب الريسكي الارقام بتقول كده في ال 16 مباراه اللي لعبهم نكمل هنلاقي ان هم جابوا 39 هدف في 16 مباراه بمعدل اكتر من هدفين في المباراه الواحده اذا هم عندهم خط هجوم قوي جدا ده اللي هنتكلم فيه النهارده ان هم عندهم بيسجلوا اكتر من هدفين خط هجوم شرس جدا نيجي للارقام الدفاعيه هم استقبلوا 28 هدف مع المدرب دوت في 16 ماتش 28 هدف رقم كبير جدا يعني بيدخل مرماهم 1.7 هدف في الماتش الواحد يعني هم عندهم ثغرات دفاعيه كتيره جدا ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقه بكره ولكن برضه في رقم مهم جدا اللي هو الشباك النظيفه كان ماتش 4 ماتشات بس من 16 يعني 3 ارباع ماتشاتهم دخل فيهم اهداف فالارقام بتقول ايه اللي قدامنا بتقول ان هم عندهم هجوم قوي جدا ودفاع يعتبر عنده ثغرات ومشاكل دفاعيه دي اللي الارقام بتقوله بدليل ان هم استقبلوا في 3 ارباع ماتشاتهم اهداف ولكن بيسجلوا اكتر من هدفين في المباراه الواحده اذا هم على المستوى الهجومي اقوياء جدا جدا